أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بإنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ووصفه بأنه خطوة تاريخية متقدمة سوف تعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين. أكد الزياني أن هذه الخطوة ستؤطر التعاون المشترك بين البلدين وفق رؤية مستقبلية طموحة تستهدف خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، وترفد مسيرة العمل الخليجي المشترك لصالح ونماء وازدهار شعوب دول المجلس. أعرب الأمين العام عن فخره واعتزازه بالنهج الحكيم والقيادة الواعية لقيادتي البلدين الهادفة إلى ترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات بين البلدين والشعبين الشقيقين. نعرب عن فخرنا بالنهج الحكيم لقيادتي البلدين الهادفة إلى ترسيخ وتوثيق الصلات بين البلدين. أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن إنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية سوف يعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل بين البلدين، ويضع أسس مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية والتنموية.